مجد لله. أخوتي الأحبة، بمجرد نحمل كلمة الله يعني حملنا الرحمة. بقول المثل اللبناني: عاشر القوم 40 يوم، يما بتصير مثلهم يما بتفل عنهم. مظبوط، عظيم. إذا عشرت الأصغر بتصير أصغر، وإذا عشرت الآدمي بتصير آدمي. إذا قعدت قدام الشمس بتاخد لون الشمس، بتصير حلو عيون، صح؟ لأنك تقعد قدام الشمس بتاخد سمار، بتاخد الضوء، بتاخد الدفع، بتاخد الفيتامين دي. مظبوط. طيب يا جماعة، هيدي من الشمس. إذا قعدت قدام الرب يسوع شو بتاخد؟ شمس الحق. بتاخد لون يسوع الرحمي، المحبة، الغفران، التواضع، التضحية، العطاء، بذل الذات. إذن شو المطلوب؟ الأنبياء كانوا يقعدوا مع الرب فيقدروا يسمعوا صوت الله. أبونا، أنا عرفت إنه فلان عم تظهر له عذراء والبيت عنده عم برشح زيت. لك يا عمي، مش هيدي هي علامة الحياة، مش هيدي حقيقة علامة الصحة، مش هون. يسوع قال: مطرح ما بتجتمع الجبتي بتكون منصور. جماعة المؤمنين بتجتمع حول جسد الرب، حول كلمة الرب، هيدا بيت الله، هون علامة الصحة. انتوا اليوم بكون تقعدوا تختلوا قدام قربان، تستلهموا الرب من خلال كلمة الإنجيل، من خلال تعليم الكنيسة، من خلال وعظة أبونا. انتوا أنبياء العهد الجديد،